السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة من محاضرات الجغرافيا السياسية العام الدراسي 2021. بإذن الله المرحلة الأولى هتبدأ ب المحاضرة الأولى هتبدأ ب أول فصل اللي هو نشأة الجغرافيا السياسية وتطورها، وهناخد فيها المرحلة الأولى هي ما قبل عام 1897، وسميناها الإرهاصات الأولى لأن ما كانش في علم أصلا اسمه الجغرافيا السياسية. عناصر المحاضرة هناخد فيها كتابات العالم أرسطو وأفلاطون وسقراط، وإسهامات العالم ابن خلدون وبودن وبيتي مونتسكي، ثم إسهامات العالم ريتر. أول حاجة قبل ما نتكلم على إسهامات العلماء في المرحلة دي، هناخد بالنا إن في مجموعة من النقاط الأساسية في المرحلة دي. أول حاجة ما كانش في علم اسمه الجغرافيا السياسية، إنما كان في إسهامات العلماء داخل مضمون علم الجغرافيا السياسية درسها العلماء سواء الجغرافيين أو الفلاسفة. دي أول حاجة. تاني حاجة إن العلماء في المرحلة دي تأثروا بالحضارات اللي عاشوا فيها، كل عالم تأثر بالحضارة اللي بنى نشأ فيها. ثالث حاجة إن العلماء في المرحلة دي كلهم بلا استثناء اتأثروا بنظرية الحتم الجغرافي، إن البيئة هي اللي بتحتم علينا ظروف معينة نعيش فيها، وإن الإنسان بيعيش وفق ما تيسره له الطبيعة. تمام كده. أول عالم هنتكلم فيه هو العالم أو كتابات العالم أرسطو سنة 383 ل 322 قبل الميلاد، الفترة الزمنية اللي عاش فيها أرسطو. أول حاجة أرسطو عمل كتاب اسمه السياسة، درس في الكتاب في الفصل الخامس سماه الدولة المثالية. قال لك إن في خمس موضوعات هم أهم خمس موضوعات في الدولة المثالية، هو عدد سكان الدولة ومواردها الاقتصادية، العاصمة والجيش والحدود السياسية. قال لك إن أهم عنصرين في العناصر دي هم عدد السكان وموارد الثروة. وبعد كده قال لك إن في علاقة ما بين عدد السكان وموارد الثروة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن عدد السكان ما ينفعش يزيد عن موارد الثروة بتاعتي. دي حاجة. وقال لك إن الدولة لازم يكون فيها حجم أمثل للسكان. الحجم دوت هيختاروا على أساس إيه؟ على أساس الموارد وعلى أساس المساحة، فما ينفعش عدد السكان يزيد عن مساحة الدولة، وفي نفس الوقت ما ينفعش يكون عدد السكان قليل بحيث الدولة تستضعف وأي حاكم يقدر يسيطر على الدولة بتاعته. دي حاجة. وبعد كده اتكلم كمان، قال لك إن الحاكم لازم يكون عارف أو المرشح الانتخابي لازم يكون عارف السكان بتاعه. ليه؟ لأنه يقدر يوصل البرنامج الانتخابي. ربما يكون بزمن العصر اللي اتكلم فيه أرسطو ده ممكن يقبله، لكن دلوقتي طبعا عارفين التقدم التكنولوجي إن الإنسان إحنا قاعدين هنا وشايفين البرنامج الانتخابي للانتخابات الأمريكية وشايفين كل حاجة، فطبعا النقطة دي طبعا اختلفت تماما عن دلوقتي. ويتكلم على مرحله على عمليه الاكتفاء الذاتي، وان الدوله لازم تكون مكتفيه ذاتيا، وتعتبر النقطه دي مبكره جدا على انه يتكلم فيها ارسطو. بعد كده اتكلم على عاصمه الدوله. قال لك ايه في عاصمه الدوله؟ قال لك ان العاصمه دي لازم نخلي بالنا منها كويس جدا، او احنا بنبني العاصمه لازم نخلي بالنا من مجموعه من المعايير. اول حاجه ان موقع العاصمه، موقع العاصمه ماله؟ قال لك ان موقع العاصمه لازم ان يكون بيخدم اكبر قدر من السكان. احنا عارفين طبعا ان الخدمات الاساسيه او معظم الخدمات او كل الخدمات بتبقى موجوده في العاصمه، والمدن اللي حوالين العاصمه باي احتياجات ليها بتيجي تاخدها من العاصمه، او اي خدمه بتيجي تاخدها من العاصمه. فقال لك بقى ايه؟ قال لك ان الاحتياجات دي تكون المفروض العاصمة بتخدم أكبر قدر ممكن من السكان. تاني حاجة لازم أخلي بالي إن العاصمة تكون محصنة داخليا ومحصنة خارجيا. بمعنى إيه؟ إن هي مفيش أي حركات انفصالية تقدر تيجي تستولى على العاصمة وبالتالي تستولى على الدولة، أو إن يكون العاصمة على الحدود فأي معتدي من الخارج يقدر يسيطر على العاصمة. خلاص. وبعد كده اتكلم على الجيش بإيه؟ قال لك الدولة لازم تكون محصنة كويس جدا، وإن الجيش الداخلي للدولة لو الدولة الجيش الداخلي بتاعها لازم يكون ما فيهوش جنود مرتزقة. ليه؟ لأن الجنود المرتزقة احنا عارفين ان هم دايما اللي بيدفع اكتر، فهو قال لك ان الجنود المرتزقة ما ينفعوش يكونوا من الجنود الداخليين الدولة. لو الدولة عندها اسطول بحري ممكن تحط الجنود المرتزقة فيه. دي النقاط اللي اتكلم فيها ارسطو
في كتاب السياسة في الفصل الخامس الدولة المثالية. خلاص كده. وبعد كده بنى أرسطو نظرية غريبة جدا، أو نظرية ربما تكون بمعيار الزمن اللي هو عايش فيه مقبول. قال لك إن العالم أهو، تخيل مثلا إن دي آسيا ودي أوروبا ودي أفريقيا، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تكتشف. إحنا عارفين إن أرسطو عالم إغريقي عاش في المنطقة دي في اليونان هنا. المنطقة دي كانت منطقة معتدلة أو مناخ معتدل. طبعا أوروبا كانت في أوروبا في المنطقة الباردة، وهنا آسيا كانت تعيش في المنطقة الدفيئة. بنى نظريته بناء على حاجتين. أول حاجة الحتمية الجغرافية، الحتمية الجغرافية اللي إحنا اتكلمنا عليها من شوية، دي رقم واحد. رقم اتنين الحضارة الإغريقية. هو شايف إن الحضارة الإغريقية كانت في أوج عظمة، فقال لك إن الحضارة الإغريقية ديت ازدهرت بسبب المناخ اللي إحنا بنقصد بيه الحتمية الجغرافية، أو المناخ هو اللي بيسيطر وهو اللي كون الحضارة الإغريقية. فقال لك إيه؟ قال لك إن سكان المنطقة الباردة دي عندهم يملكوا الروح ولا يملكوا ايه الذكاء. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك الروح بيخليهم عايشين احرار، لا يقبلوا على نفسهم ان هم يكونوا عبيد، لكن ما عندهمش الذكاء اللي يخليهم يكونوا حضاره. دي سكان المنطقه البارده. سكان المنطقه الدفيئه بقى لا يملكوا ما عندهمش روح، لا الروح يقبلوا على نفسهم ان هم يكونوا عبيد، رغم ان هم يملكوا الذكاء اللي يقدروا يكونوا بيه حضاره، لكن هم ما عندهمش ايه الروح، فهم عايشين ايه عبيد. قال لك بقى ان سكان المنطقه المعتدله اللي هو عايش فيها بقى في البحر المتوسط دوت يملكوا الروح، عايشين احرار، وعندهم الذكاء اللي يخليهم يقدروا يكونوا بيه حضاره. خلاص كده. ده فكر أرسطو وتأثير المناخ على بناء الحضارات. بعد كده جه العالم أفلاطون وسقراط. أفلاطون وسقراط ناقشوا بعض عوامل قيام الدولة في الكتاب الثاني لجمهورية أفلاطون. سقراط قال إن نشأة الدولة بتنشأ، أو الدولة بتنشأ من حاجة الإنسان للكفاية الذاتية والأمن. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك الدولة، أنا دلوقتي ببني دولة من إيه؟ أنا محتاج تاجر، ومحتاج طبيب، ومحتاج محاسب، ومحتاج الاحتياجات دي بتخلي الناس تتجمع مع بعضيها وتكون دولة، بالإضافة إلى إن محتاج حد يأمني. قال لك إن الدولة دي تقعد تزيد طالما المساحة بتسمح، لكن هو شايف إنه، أو هما كانوا شايفين إن الدولة صغيرة المساحة هي الدولة المثالية. طبعا هما كانوا، هما الاتنين عايشوا في أتينا، وأتينا كانت مدينة صغيرة، فهما الاتنين تأثروا بإيه؟ بوجودهم في أتينا. راح جه سترابون قال لك لأ، قال لك إن الدولة المثالية لازم تكون دولة كبيرة. طبعا استرابون كان عايش في الامبراطورية الرومانية، والامبراطورية الرومانية كانت في اوج عظمتها، كانت مساحتها كبيرة جدا، فشاف قال لك لا، ان الدولة لازم تكون مساحتها كبيرة، بس قال لك ان في شرطين عشان الدولة تبقى مساحتها كبيرة او تقدر تسيطر على المساحة الكبيرة. لازم يكون فيه حكومة مركزية قوية وحاكم قوي عشان يقدروا يسيطروا على ايه المساحة الكبيرة. بعد كده دخلت اوروبا في عصور الظلام، و دخلت اوروبا في عصور الظلام، ولكن الاسلام دخل في منطقه شبه الجزيره العربيه في القرن السابع الميلادي. وبظهور الاسلام وظهور الحضاره العربيه والحضاره الاسلاميه، ظهروا العلماء العرب اللي بيتكلموا على موضوعات بتهم الجغرافيا السياسيه. كان من اهمهم هو ابن خلدون. ابن خلدون اتكلم عن موضوعات كتيرة جدا. ابن خلدون قال لك، اتكلم عن القبلية والمدينة، قال لك ان
أهم عنصرين في نشأة الدولة أو في تكوين الدولة هما القبلية والمدينة. قال لك القبيلة اللي بيحكم سكانها بينهم وبين بعضهم هي رابطة الدم، طبعا سلالة واحدة، لكن المدينة اللي بيحكم سكانها أو بينهم وبين بعضهم هي رابطة المصلحة، يعني المصلحة اللي بتحكم الإنسان يعيش. أنا رايح تاجر وأنا رايح طبيب، تكوين السكان دوت بيكون المدينة، كل واحد رايح بهدف أو بمصلحة معينة. وبعد كده اتكلم على الخلافة و لا لكن هو اتكلم على نقطة مهمة جدا هي أطوار الدولة وعوامل قيام الدولة، وقال لك إن الدولة لازم تمر بخمس مراحل. قال لك إن الدولة بتمر بخمس مراحل، لازم أخد بالي أوي. أول مرحلة اتكلم فيها قال لك مرحلة النشأة، بعد كده النمو، وبعد كده النضج، والسكون، وخمسة الاضمحلال. قال لك في المراحل بتاعت أطوار الدولة دي أنا بستعمل مجموعة من الأدوات. أول حاجة السيف، الدم، الدين، القلم. ازاي الكلام ده؟ قال لك في بداية نشأة الدولة وانا بكون الدولة بختار القبائل ذات الدم الواحد عشان اكون دولتي، السلالة بتاعتهم، يبقى دي اول حاجة. طبعا عملية الضم دي بتيجي بالحرب، بديهي جدا عشان أكون دولة وأوسع دولتي يبقى أنا استعملت السيف. وهو بيقول لك في مرحلة التكوين ونمو الدولة في المرحلتين دول وأنا بضم لازم يفضل إن يكونوا القبائل اللي أنا بختارهم أو المساحات اللي أنا بختارها ذات ديانة واحدة. هو بيقول لك ان الديانه الواحده بتعمل على تماسك الدوله، هو وجهه نظره كده، انا استعملت الدين. خلاص كونت دولتي وعملت مساحه من الدوله، خلاص ونشأت الدوله، ابدا بقى اهتم بالعماره واهتم بالفنون، تبدا الدوله في مرحله النضج. اهتم بكل حاجه داخل الدوله. لما بهتم بالعمارة والفنون بيبدأ يظهر بقى خلاص الدولة في مرحلة نضج ومرحلة ازدهار ومرحلة تقدم، بيبدأ يظهر العلماء وإسهاماتهم، وهنا بقى ظهور القلم. بتفضل الدولة في حالة نضج إلى أن يجي حاكم فاسد. طبعا الحاكم الفاسد لما هينهب من خيرات الدولة، الدولة مش هتسقط مرة واحدة، لأن الدولة خدت فترة كبيرة جدا في مرحلة النضج انها تتكون، فهتظهر للدولة في حالة سكون، مفيش نمو. مع استمرار الفساد، مع استمرار الفساد بتاع الدولة، مع استمرار طبعا الحاكم الفاسد بتبدأ تضعف الدولة وبيبدأ تنهار الدولة وبتتأهب لمرحلة الاضمحلال. وقال لك إن في مرحلة الاضمحلال بيبدأ يحصل التفكك من خارج الدولة، وبتبدأ الحركات الانفصالية من الخارج، وبيبدأ برضو بيستعيد استعمال والاستياء محاولة إن هو إيه يرجع الأجزاء دي إلى أن يحصل اضمحلال للدولة. دي مراحل نمو الدولة اللي اتكلم عليها ابن إيه؟ ابن خلدون. بعد كده دخلت أوروبا في القرن 16، بدأت أوروبا تتقدم من جديد، وبدأ يظهر علماء أوروبيين، منهم أو أهمهم هم بودن ومونتسكيه. خلاص بودن درس مجموعة من النقاط، هم العلاقة بين الإنسان والبيئة، وعمل كتاب سماه ست كتب في الجمهورية، وقال لك إن الشخصية القومية للدولة بتحددها المناخ والطبوغرافية بتاعة المكان، وإن التركيب السياسي للدولة
هو وظيفة ونتيجة شخصيتها القومية، ديت الاسهامات بتاعة العالم بودين. أما مونتسكي رائد من رواد الجغرافيا السياسية، اتكلم على مجال نفوذ الدولة وعلى موقع العاصمة وتأثير المناخ على نظام الحكم، واتكلم على نقطة مهمة جدا، نفس نظرية مقاربة تماما لنظرية أرسطو لكن مختلفة شوية. مونتسكي طبعا عايش في الحضارة الأوروبية. نيجي تاني للعالم، آدي آسيا وآدي أوروبا وآدي أفريقيا، وهنا عندي الأمريكتين. خلاص كده بيتي مونتسكي عايش في أوروبا. احنا عارفين في أوروبا، عارفين إن أوروبا مساحات الدول بتاعتها صغيرة، طبعا دي مناخ بارد، احنا عارفين مناخ بارد، و المنطقة دي طبعا مناخ حار. هو بيقول إن خط الاستواء هو الأساس في نظريته. نظريته بتقول كل ما ابعد عن خط الاستواء كل ما الناس يعيشوا أحرار أحرار، كل ما قرب من خط الاستواء كل ما الشعب بيبقى قابل للعبودية. فقال لك ان مناخ اوروبا، المناخ البارد بتاع اوروبا هو له سبب في حاجتين. اول حاجة ان مساحات الدول صغيرة، ثاني حاجة ان الدول دي دول متقدمة، وان الدول اللي عايشة في اسيا وأفريقيا دي مناخ حار، فالدول دي مساحاتها كبيرة ودول مستعبدة. خلاص دي نظرية بيتي مونتسكيه وتأثير المناخ على تقدم الدول. آخر عالم من علماء المرحلة الأولى هو العالم ريتر. ريتر هو بلور نظرية الحكم الجغرافي، اتكلم على ثلاث حاجات: دورة حياة الحضارة، وعلاقة الحضارة بظروف البيئة الطبيعية، ودرجة نمو الحضارة. طبعا بوجود العالم ريتر ده كان آخر عالم من علماء المرحلة الأولى. بعد كده هيظهر بقى العالم فريدريك راتزل وظهور أول كتاب في الجغرافيا السياسية. وبنهاء كده نكون انتهينا من المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.